بين غمرة الصدور انتفاعة الملازمة الحكومية وبداية وجزامة المسؤولية التي أنا أطلبها تقدم إليكم ببادر الشكر والامتنان راجيا من الله التوفيق ومنكم الدعم والمؤازرة شاكرا لسلفي ولرؤساء الحزب الذين سبقوني في تحمل هذه المسؤولية عظيم ما بذلوه من جهد وعمل صالح في بناء صرف الاتحاد من اجل الجمهوريه قوه حزبيه وتشكيله سياسيه تحظى بثقه واتباع اغلب الموريتانيين. وكما تعلمنا من الرئيس مؤسس محمد بن عبد العزيز علمنا ان نكون دائما للجميع، فانني اؤكد لكم واعدكم بانني ساكون في خدمه كل المنتسبين لهذا الحزب وكل داعمين لهذا المشروع ايا كانوا واينما كانوا. ولذلك فإنني أغتنم هذه الفرصة بدعوة كل المناضلين والفاعلين والنشطاء السياسيين في كل المواقع أن يتجاوزوا كل خلافاتهم الثانوية وأن يكونوا يدا واحدة ورافعة قوية لمشروع النهضة الوطنية الذي يقوده الرئيس المؤسس الأخ محمد بن عبد العزيز نصر في مواجهة التخلف والفقر والجهل والمرض. وتأكدوا أننا كحزب لا نستطيع أن نقدم للناس صورة ومثلا نحن عاجزون عن تجسيده سلوكا بيننا. إن علينا أن ندرك عمق الدماء الضارب في التاريخ، لأننا أبناء أمة عظيمة وحملة رسالة خالدة للعالمين. لذلك ومن أجل ذلك نحن نعمل ونناضل بكل ما لدينا من قوة، وعلى تلك القاعدة تقوم مبادئ حزبنا وقيمه ومدلوله. ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى استلهام هذه الروح النضالية والرسالية التي هي الطاقة الدافعة لكل عمل يراد له البقاء. كما أنبه جمعكم الكريم هذا ومن خلاله أنبه كل مناضلي الحزب إلى خطر الروتين والبيروقراطية والتماهي مع الإدارة الذي يدفعنا إليه موقعنا كحزب حاكم. إن على مناضلينا الموجودين في مختلف مرافق الدولة وخصوصا وزراؤنا في الحكومة وأن يدركوا أنهم ليسوا مجرد موظفين عاديين، بل هم أصحاب رسالة وسياسة ومناضلون حزبيون يقومون بواجباتهم الحزبية في خدمة الناس والبلد ويجسدون رؤى وفكر الرئيس المؤسس وطموحه لما يريد لهذا البلد أن يكون عليه. ولذلك فإن عليهم كحزبيين أن يكونوا دائما أكثر قربا من الناس وأكثر تفانيا في خدمتهم ما يضمن وفاء الناس واتفاقهم حول هذا المشروع حتى ونحن خارج الحكم والسلطة. إن بلدا كبلدنا بثرواته الهائلة وموقعه الاستراتيجي وإسهامه بالحضارة الإنسانية وقدرات أبنائه الذين أضاءوا بالعلم والحضارة الكبرى في إفريقيا وكل غضاء الساحل وحملوا الحضارة إلى عمق أوروبا يشكل بقاؤه تحت ذيل التخلف والجهل إهانة لنا كشعب وذلة لنا كأجيال تملك من وسائل النهوض ملايين المرات أضعاف ما ملكه الأجداد. كما أن علينا جميعا قيادة ومناضلين أن ندرك بأن مقتضيات الوثيقة الدستورية وإن كانت تمنع رئيس الجمهورية من رئاسة أي تشكيل سياسي أو قيادتي فإنها لا يمكن بحال من الأحوال أن تشكل لدينا مانعا من استلهام رؤية الرجل وفكري وإرادته في النهوض بهذه الأمة من صباتها عبر انحيازه للفقراء والمستضعفين ومحاربته للفساد والمفسدين وعمله الدؤوب بلا القدرات الذاتية للنساء الموريتاني. وبالتالي فجدير بهذه السانحة أن تشكل فرصة لتعزيز التواصل بين كل مناضلي ومناضلات الحزب والرئيس المؤسس ليس بوصفه رئيسا للجمهورية أو رئيسا سابقا للحزب وإنما بوصفه مناضلا هذا المشروع الوطني ورائده والذين دلونا في بنائه ومن معينه وإنجازاته الشاهدة على أرض الواقع نراكم ونكثف فعل النهضة العاصم بوعيه من الارتداد والنفوس إلى الوراء. الإخوة والأخوات المؤتمرون، إن تكريس ديمقراطيتك أرقام نموذج لإدارة الدولة وسياسة الناس يتطلب تجسيد التوازنات المؤسسية الضرورية. لذلك فنشر الثقافة والمسلكيات الديمقراطية في واقع ظل يطبعه الاستبداد والأحادية قرونا له أمر محفوظ بالكثير من المعوقات الموضوعية المفتعلة أحيانا، لكنه ممكن
بل وضروري لا غنى عنه اطلاقا. لذلك فان علينا ان نعزز بها الابديه بتعزيز صفوف احزابها والدفع بها الى تحقيق الاهداف والقيم المشتركه التي وضعها الرئيس المؤسس احترام كامل لقواعد الاختلاف والتنوع والتعدد. كما نمد يدنا وبقوه الى كل اطياف المعارضه الوطنيه معلنين استعدادنا المطلق لمد جسور الحوار والتعاون معهم على قاعده صلبه ومستديمه، منبهين اننا وبقدر ما نؤمن بالاهميه البالغه للمعارضه في الانظمه الديمقراطيه كسلطه رقابه وشريك وطني، فاننا في نفس الوقت نؤمن باننا وبقياده رئيس الجمهوريه المنتخب ديمقراطيا نمارس السلطه في هذا البلد بتفويض وتدريب من الشعب الموريتاني. وفي هذا فنحن لا نملك ان نخون ونتنازل عن امانته وتكليفه، الا اننا وعلى هذه القاعده مستعدون للتحاور الجاد والبناء من اجل الوصول الى كل ما يقوي من وحده الموريتانيين وتلاحمهم وتعزيز وتطوير منظومتهم السياسيه بمشاركتهم جميعا دون اقصاء او استثناء. وفي نفس الوقت نرفض وندين بكل قوه دعوات الانفصال التي صدرت مؤخرا عن جهات وافراد قلائل لا يمثلون الا انفسهم، كما ندين بنفس القوه كل فعل او دعوه يمسان من تماسك الشعب الموريتاني او من وحده اراضيه او من مبدا مواطنه كقاعده وحيده للدوله الموريتانيه. ندين من قام بهذا الفعل ومن باركه او حضره. الأخوات والإخوة المؤتمنون، إننا إن نذكر بقوة بما حققته بلادنا في ظل المأمونية الأولى لرئيس الجمهورية من إنجازات ونجاحات على المستوى الوطني والدولي، فإن علينا أن نعمل بروح لا تعرف الكلل لتحقيق برنامج المأمونية الثانية ومضاعفة الإنجازات والنجاحات، واعتمادنا بعد الله في ذلك على القوة الحية في هذا المجتمع على الشباب والنساء، وهي فرصة لإيصال رسالة جادة وواضحة عبر عنها الرئيس المؤسس أكثر من مرة، تقتضي ضرورة الدفع بالشباب والنساء إلى واجهة العمل الوطني ومكان الصدارة منه، وأن نجعل من ترشيد وتجديد هذا العمل ضامن استمراره. أؤكد لهم أن كل الأبواب والمواقع في الحزب مشرعة أمام الشباب والنساء، لذلك فإنني أدعو هاتين الفئتين إلى مضاعفة الجهود وتحمل المسؤولية بقوة من أجل بناء هذا البلد وتشييد صرح الاتحاد من أجل الجمهورية صرحا موريتانيا لكل الموريتانيين. مرة أخرى أكرر بالغ شكري وعظيم امتناني، والسلام عليكم جميعا.